إذن نتابع ونقرأ في الأسواق العالمية وتحركاتها. لينا قنوع محللة الأسواق المالية في إيكويتي جروب معنا من دبي في هذه الأثناء. أسعد الله أوقاتك لينا. ويعني الأسواق تترقب قرار البنك المركزي الأوروبي والذي تم استباقه بقرارات في رفع معدلات الفائدة. شهادة الاحتياط الفدرالي الأمريكي، بنك إنجلترا، نيوزيلندا، كندا، هل سيكون هو على الطريق؟ نعم، أهلا بك. بالفعل بنوك مركزية حول العالم أعلنت رفع أسعار فائدة كما ذكرت، الفدرالي الأمريكي ب 25 نقطة أساس، كندا ونيوزيلندي ب 50 نقطة أساس. نترقب اليوم اجتماع البنك المركزي الأوروبي، لا توقعات بتغيير رفع أسعار الفائدة وربما الحديث عن إنهاء برنامج التحفيز. ونحن نعلم أن البنك المركزي الأوروبي حاول تقليص طباعة النقود أو إنهاء طباعة النقود أو برامج التحفيز، لكن لم يحدد تاريخ لإنهاء هذا التحفيز، وذلك بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع الطاقة التي ربما تغير التوقعات فجأة. ربما سوف يتحدث عن إنهاء برنامج شراء السندات وما يسمى بالتيسير الكمي. طبعا البنك المنطقة اليورو تعاني من ركود، وشفنا كيف التضخم مرتفع بشكل كبير في منطقة اليورو، نتحدث عن 7.5% من ارتفاعات التضخم. فبالتالي الآن توقعات من كريستين لاغارد أن تتحدث عن خطط لكبح ارتفاع التضخم، ربما يكون في إنهاء لبرامج التحفيز، برنامج شراء السندات يتم في يونيو، وأن يكون هناك رفع لأسعار الفائدة في سبتمبر. الأسواق عم تتوقع أنه يكون في رفع بالفعل ب 75 نقطة أساس على الودائع بمنطقة اليورو، لكن صانعو السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي لا يتوقعون رفع أسعار الفائدة بهذا الشكل. يعني نتحدث عن 75 نقطة أساس بعد الإنهاء، وهذا المتوقع في سبتمبر لكبح ارتفاع التضخم، لأن لا يتوقعون ذلك، لأن ما زالت منطقة اليورو تعاني من تباطؤ في النمو الاقتصادي، تعاني من ركود نتيجة هذا الأزمة التي تربطها العلاقات التجارية روسيا وأوروبا، فبالتالي أوروبا متأثرة بتلك الأزمة الروسية الأوكرانية. نعم لينا، دعينا نتحدث عن نتائج أعمال الشركات من أوروبا للولايات المتحدة الأمريكية. شاهدنا جي بي مورغان تشيس وهو ربما يعني يتراجع سهمه 0.3% في ظل أخبار طبعا عن انكشافه على الأزمة الروسية الأوكرانية، وبالتالي تعرضه لضربة وخسارة أكثر من نصف مليار دولار. السؤال يقود إلى أداء البنوك والمصارف الأمريكية في هذا الربع مقارنة مع ذات الربع من العام الماضي. بالفعل صحيح، هناك يعني أول نتيجة سمعنا من مورغان تشيس بهالخسائر التي حققها ب 524 مليون دولار، وهذا تأثيره بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية التي يعني هي بشكل غير مباشر، ولكن تأثيرها بشكل يعني واضح يظهر على البنوك. ونتوقع نحن نراقب أيضا، يعني من الصعب تأكيد مقدار التأثير على الأزمة الروسية الأوكرانية على البنوك، لكن سنراقب النتائج عن كثب. هناك عدد من البنوك سوف بالفعل تعلن عن نتائجها، من نتائج ويلز فارغو الذي متوقع أنه يكون ربحية السهم 82 سنت، وأيضا سيتي جروب متوقع 1.51 دولار، جولدمان ساكس متوقع أنه يكون ربحية السهم 8 دولار و 97 سنت، مورغان ستانلي أيضا بدولار و 75 سنت. هناك يعني إذا ما قارنا نتائج شركة مورغان تشيس على مقارنة بعام 2021، وهي بتكون طبعا بالفعل هو أقل من التوقعات التي حققها في الربع الأول، فبالتالي التأثير يظهر. الأزمة الروسية الأوكرانية رح تكون تأثيرها بشكل واضح، وربما سوف تؤثر على القطاع البنكي، ورح نشوف نراقب عن كثب بفعل هذا التأثير وما مدى يعني مدى التأثير على هذا القطاع، وخاصة أنه
اقتصاد العالم عم بيعاني من تباطؤ اقتصادي عالمي بسبب هذه الأزمة الروسية الأوكرانية. هناك مخاوف فعلا من هذا التباطؤ وراح يكون يظهر جليا على القطاع البنكي. يظهر أنه إلى الآن بعض الصورة السلبية بالنسبة للقطاع البنكي بعد الخسائر التي شهدناها بأول بنك يعلن عن نتائجه، وبالتالي سوف نظرة تأثير كل هذا مع التوقعات برفع أسعار الفائدة سوف كيف سيكون تأثيره طبعا على الأسواق من ناحية نتائج القطاع البنكي، ومن ناحية أخرى قيام الفدرالي الأمريكي بتوقعات برفع أسعار الفائدة ب 50 نقطة أساس، رغم أنه في توقعات أنه يكون عدد المرات قلت الأسواق بلشت تقول أنه في بعدد مرات رفع سعر الفائدة سيكون أقل، وذلك المخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي نتيجة تأثيرات الأزمة نتيجة نقص الإمدادات سلاسل التوريد اللي عم تأثر على الاقتصاد العالمي. لينا دعينا نعرج على أسواق الطاقة، وأنت تلمحي وتتابعي التذبذب في أسعار النفط ما بين الارتفاع والتراجع وعودة الارتفاع من جديد، ما هو مستقبل أسعار النفط في ضوء الظروف الحالية، وإلى أي مدى فشل السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية التي انتهجتها بعض الدول في إحداث نوع من التوازن في هذا السوق؟ نعم، بأسعار النفط يعني إذا شفناها ارتفعت بعد رغم ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأمريكية ب 9.4 مليون برميل يوميا، ورغم أنه يعني عم نشوف المخزون التجاري دون متوسط الخمس سنوات دون 13%، عن انخفاض بمصافي التكرير نحن نتحدث عن 424 ألف برميل بالنسبة لمدخلات مصافي التكرير الأمريكية. بالتالي عم بالفعل سحب من المخزون الاستراتيجي من قبل الدول الغربية، من قبل وكالة الطاقة الأمريكية، من قبل سحب الاحتياطيات من الولايات المتحدة الأمريكية أثر في توازن السوق، أعطت بعض التهدئة في الأسواق لنقل بذلك تهدئة الأسواق. لكن وأيضا لا ننسى أنه المخاوف من إغلاقات الصين يعني هذا تأثيره على الطلب الصيني، ونحن نعتبر أنه الصين هي من أكبر الدول المستهلكة للنفط له أيضا تأثير على الأسواق. لكن لا ننسى أنه ما زال هناك مخاوف جيوسياسية، مخاوف روسية أوكرانية، ما زال هذا التأثير بشكل كبير متوقع أن يكون هناك بالفعل يعني عم تشكل الإمدادات أو الحاجات العالمية اليومية من روسيا إلى العالم تقريبا نحن بنتحدث عن 10%. التوقعات بيكون أنه مليون برميل متوقع أنه يكون من الإنتاج الروسي لن يتم تعويضه، حتى لو لم يتم الإعلان بشكل كامل أنه عن توقف تلك الدول من تلقي الإنتاج الروسي. فالتوقعات بالتالي أنه متوقع إذا نظرنا إلى تأثيرات أسعار النفط بتوقع أنه نشوف تذبذب بشكل كبير على أسعار النفط بالفترة القادمة. وبالتالي تعويض النقص يجب أن نراقب نقص الإمدادات، سحب من الاحتياطيات الاحتياطي الاستراتيجي من دول العالم، مراقبة الطلب الصيني رح يكون تأثيره بشكل على أسعار النفط، إلا إذا زادت العقوبات بشكل كبير على روسيا فهذا رح نخلي أنه أسعار النفط ترتفع. خاصة النفط الخام الأمريكي الخفيف ممكن نشوفه عن 110 دولارات، وخاصة إذا شفنا بقينا فوق مستويات 98 دولار، لأن من الصعب أن الدول النفطية تسدد الإنتاج الروسي وتعود الإنتاج الروسي. شكرا جزيلا لك لينا قنوع محللة الأسواق المالية في إكويتي جروب.